طيب هو للأسف الديفولور ما طلعش شاطر والفيديو قطع، فالفيديو اللي انا هنزله كمان شوية ده هيكون بارت 1. اللي انا بعمله ده بارت 2، فلازم تكون فاتح بارت 1 عشان تعرف انا بعمل ايه في بارت 2، لان ده تكملة لان الفيديو قطع. طيب احنا قلنا ديت طلعت لي 2، فدي خلاص طلعت لي نفس القيمة بتاعت اللي انا بعمل لها تيست في التي دي، ماشي، طلعت لي 2. اعمل بقى تيست ال 2، فانا هقول له ايه؟ هاخد له نفس القانون ده بس عشان انا بكسل اكتب الصراحة. تمام، هيقول له 2 هيعمل لها التيست مع البي. تمام، زي ما قلنا 2 هتتضرب في البي يعني. طيب القيمه 2 مع البي هتدينا ايه بقى؟ 2 مع البي هتدينا فاي. عظيم، هتدينا فاي. فاي تعني ايه بقى؟ تعني اللي انا دلوقتي هتدينا لاندا فاي، يعني خلينا نتفق ان لاندا فاي وفي الاخر الكلام ده هيدينا فاي، يعني لان اهو بكره انا شغل الكتابة ده، هيطلع لنا من الآخر الكلام ده فاي، لأن لندا فاي بفاي. طيب فاي دي مختلفة طبعا عن القيمة اللي هنا، لازم آخد الفاي دي أعمل لها تيست هي كمان. طيب الأول كده لازم أحط السيمبل بتاع الفاي ده اللي أنا اتخنقت الصراحة أهو، ماشي. فإحنا من الآخر هنعمل إيه؟ هنقول له تي دي هنعمل تيست للفاي مع إيه؟ مع الإيه مرة، وهنعمل لها للفاي مع البي مرة. طيب هناخد القانون هنعوض فيه طبيعي جدا، اللي هو تي ان الفاي دوت، محدش يكتبها فاي كلمة عشان عارف، اكتبوها الفاي العلامة بس انا مكسل اخد الحرف يعني كوبي يعني. ماشي، هنعمل لها تيست مرة مع الايه، وهنعمل لها وهنعمل لندا تي ان تيست مرة فاي مع البي، وهنشوف القيمة. الفاي مع الايه، الفاي مع الايه هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي لاندا فاي، ولاندا فاي بفاي، خلصت. والفاي مع البي، الفاي مع البي، انا عندي فاي مع بي، يعني بذمتكم انا عندي فاي مع البي، مفيش فاي اساسا، مفيش حرف فاي هنا في التي ان، في جدول التي ان، خلاص انا ايه؟ هتطلع لي لاندا فاي هتساوي فاي. كده انا خلصت حاجة اسمها ايه؟ Transition function of DFA. طيب تعال نشوف كده في ملف البي دي اف. طبعا اهو اللي منظره خد ده، هو ده زي ما انتوا شفتوا ان هو ايه، بسيط جدا جدا جدا. طيب هعمل ايه بقى؟ هعمل خطوه لذيذه جدا. ايه هي دلوقتي كده؟ انت بقى ايه، خلاص انت شبه وصلت للحل يعني، خلاص بقى انت كده انت وصلت بسلام. طيب هنعمل ايه؟ هنشوف. انا دلوقتي عملت تيست على ايه؟ خلينا بقى نجمع مع بعض كده. عملت تيست لل 0 1 و 2، تمام، وعملت تيست لل 1 و 2، وعملت تيست، يعني افتكر الكلمه دي، وعملت تيست لل 2 وعملت تيست لل 5. حلو، وكل ده بتعمل له تيست في التي دي. انا هعمل جدول كده بسيط، جدول بسيط كده، 3 وهنا 4، ماشي، هنا 3 خانات وهنا 4 خانات، خمسة. تمام، هتقول له انت عملت تيست للتي دي، عملت تيست مرة للصفر 1 و 2، عملت تيست المرة 1 و 2، عملت تيست لل 2، وعملت تيست للايه، لل 5. طيب عظيم رائع. فانت دلوقتي لما جيت عملت تيست، عملت تيست قلنا ايه، عملنا تيست للصفر 1 و 2، وعملنا تيست لل 1 و 2، وعملنا تيست ده، عملت لهم تيست مع ايه؟ مع ايه وبي بس. عملت تيست مع ايه وبي بس. هنا كنا بنعمل كنا شغالين في ايه وبي ولندا، لكن هنا في الجزئيه دي شغالين مع ايه وبي. انت هتعمل الخانه دي ايه؟ ايه وبي. رائع. الصفر 1 و2 مع الايه طلعت لك ايه؟ حلوه. صفر 1 و2 مع الايه طلعت لك 1 و2. 1 و2. طيب وصفر 1 و2 مع البي، مع البي طلعت لك ايه؟ مع البي طلعت لك 2. طيب ال1 و2 مع الايه؟ ال1 و2 مع الايه طلعت لك 2، وال1 و2 مع البي برضو طلعت لك 2. يبقى هنا الاثنين دول ب2 ودي ب2. طيب
التو مع الاي طلعت لك ايه؟ التو مع الاي طلعت لي 2، والتو مع البي طلعت لي 5. حلو، هنا مع البي طلعت لي 5 ومع الاي طلعت لي 2. الفاي مع الاي قلنا طلعت لنا 5 طبعا، وهنا مع البي طلعت لي 5 طبعا. طيب وده اسمه ايه بقى؟ ده المفروض اسمه، لا اله الا الله، طيب ننزله ده ترانزيشن تيبل اوف ايه دي اف ايه. طيب عملنا ترانزيشن تيبل، هنعمل ايه بقى؟ ما ينفعش بقى يعني انا ممكن دلوقتي من الاخر يعني انا دلوقتي عملت ترانزيشن تيبل، طالما عندي ترانزيشن تيبل تمام عشان نكون بس فاهمين المنطق، اعمل اقدر اعمل الرسمه دي، او طالما عندي الرسمه اقدر اعمل منها ترانزيشن تيبل. يعني هي علاقه ايه يعني؟ ما اعرفش بقى طرديه ولا عكسيه الصراحه، بس انا طالما عندي التيبل اقدر اعمل الرسمه، ولو عندي الرسمه اقدر اعمل التيبل. طيب انا ممكن اعمل الرسمه في الارقام دي، بس الارقام دي متخلفه يعني الصراحه، هبوظ لك شكل الرسمه ومش هتكون عارف تعمل الدنيا ايه بالظبط. طيب فهقول له ايه؟ هقول له let، يعني هنسمي بقى، هنسمي 0 1 و 2 let 0 1 2 هنسميها ايه؟ 0 0 مثلا، و 1 و 2 is 1، و 2 is 2، و 5 3. حلو، تعالى بقى نرسم، نعمل له ترانزيشن تيبل بالارقام الحلوه البسيطه دي بقى. تمام، لو قلنا الجدول هيكون 3 خانات، تمام قلنا تي دي اي وبي، مفيش اي حاجه. انت دلوقتي هنا الستيت بتاعتك كانت 0 1 2 3. في الاي قلنا الاي 0 1 و2 ديت بتنتمي ل 1 و2، وال 1 و2 اسمها 1، انت هتغير بس الاسامي، وال 2 اسمها ايه؟ 2. طيب في ال 1، ال 1 اللي هي 1 و2 يعني احنا لما نقول 1 يبقى احنا بنشير للحاجه دي، والحاجه دي هنا كانت مع الاي بتاخد ايه؟ 2، وال 2 هنا كان رقمها ايه؟ 2، وهنا برده كان رقمها 2، انت بس مجرد بتغير الاسامي. حلو؟ طيب الاثنين اللي هنا كانت مع الايه بتاخد 2 برضو، وهنا بتاخد 5، 5 انا مسميها ايه؟ 3، وتحت هنا بتاخد 5 و 5، والفاي هنا انا مسميها ايه؟ 3. تمام، يبقى دي انا ايه من الاخر خلصت الشغلانه دي اهو. يبقى ده الترانزيشن، الاسامي مهمه، تيبل اوف دي اف ايه الاسامي العناوين دي مهمه. طيب خلاص كده انا عملت ايه؟ دلوقتي انا خدت ال 15 درجه دول. ممكن واحد يقول لك لا انا كده حلو قوي، لا حضرتك لازم ترسم دي عشان تاخد ال 20 كاملين، لان بسيطه. هنرسم ازاي؟ هنشوف دلوقتي. محتاجين بقى نعمل ايه؟ محتاجين نقول له بس كده كتوضيح بسيط كده، يعني معلش ان الجمله دي مهمه جدا جدا جدا، نقول له دي ستارت ستيت. احنا طبعا هنا دي كانت بدايتنا، بدانا بالصفر 1 و2 اللي عملنا لها التيست، وانتهينا بالفاي، بس الفاي دي لا قيمة لها، فمش هعتبرها فاينل ستيت. الفاينل ستيت بتاعتي هتكون التو. تمام، يبقى الستارت ستيت اهي، والفاينل ستيت اهي. الحاجة دي مهمة جدا جدا جدا، وهنكررها تاني تحت. يعني هنقول له بقى في الرسمة اللي هي الجزئية اي، هنقول له ستارت ستيت از صفر 1 و 2، والفاينل ستيت از 2. معلش الجمله دي لازم تتكرر. هنعمل ايه؟ هنرسم بقى. طيب هنرسم ازاي؟ واحد هيقول لي هنرسم ازاي؟ ده سؤال لطيف جدا. وازاي نرسم الشكل اللي هو دي اف اي؟ طيب احنا عندنا ترانزيشن تيبل اهو. حلو، انا عندي كام دايره في الاخر؟ عندي كام كوره هعملها؟ صفر 1 2 3. يعني انا عندي 3 كور، ادي كوره اهي، الكوره الثانيه، الكوره الثالثه، يعني نفرق يعني ما فيش مشكله. تمام، ونسمي بقى هنا 0، هنا 1، هنا 2،
هنا 3. حلو. وهنا لازم الخط ده مهم جدا يحصل كده في البداية، ده تقول له start، يعني دي البداية. طيب وقلنا ان الاثنين دي هي ديت اللي هي ديت اللي هي تشير لقيمة 2 كبراكت، ديت الفاينل، فالفاينل لازم بيكون عليها جواها دايرة زيادة كده. حلو، احنا كده خلصنا الأساسيات. دي بتاعت الفاي اهي، اهي دي التي دي بتاعت الفاي، وقلنا اللي احنا مسمينها فاي وهكذا. طبعا اللي مش فاهم يفتح البارت الأول يعني هيفهم. طيب هنعمل ايه بقى؟ عند الصفر خارج منه سهمين، سهم الـ A وسهم الـ B. أنا عندي سهمين، سهم الـ A وسهم الـ B. السهم بتاع الصفر للـ A بيودي على الـ 1، يعني السهم في هنا سهم خارج للـ 1. السهم ده من بادئ من الصفر وبيخرج حرف الـ A وبيوديه للـ 1 أهو، يبقى ده A. طيب عندنا ايه تاني؟ طبعا لازم اعمل العلامه بتاعه السهم اللي هو ده رايح في الاتجاه ده، بس انا عشان مش عارف اعملها الصراحه. طيب عندي ايه؟ وعندي الصفر برضو السهم التاني بتاعه بي، السهم التاني اللي هو بي بيودي على 2. يعني عندي انا سهم هنا خارج من الصفر بيودي على 2، ده بتاع حرف الايه؟ بتاع حرف البي. طيب خلصنا الجزئيه بتاعه الصفر. الجزئيه بتاعه ال1 عندي سهم بتاع ايه؟ ليها كل واحدة ليها يعني كل كرة من دول ليها سهمين، سهم الـ A وسهم الـ B. قال لك السهم بتاع الـ 1 بيودي خارج منه، اللي خارج منه حرف الـ A بيودي على الاثنين، يعني الـ 1 ده خارج منه حرف الـ A بيودي على 2. معلش هو البتاع شكله معاق شوية بس ايه؟ بيودي على ايه؟ يا نهار اسود ده كده كبير. بيودي على 2. طيب يبقى ده ال1 عنده سهم بتاع ايه اهو بيودي على ايه؟ بيودي على 2. وال1 عنده السهم بتاع البي بيودي على 2 برضو، يبقى برضو ال1 ده عنده سهم تاني فين اهو، عنده سهم كمان بيودي على ايه؟ على 2. طيب ايه تاني يا معلم؟ عندي انا خلصت الجزئيه بتاعه ال1 خلاص. الجزئيه بتاعه ال2 بقى، ال2 عندها برده سهمين A و B. السهم بتاع ال A بيدخلني على ال A برده، يعني السهم بتاع ال A بيقول لك والله لا حطه في في الدايره بتاعه 2 تاني، يعني رجع، يعني السهم بتاع ال A بتاعها داخل فيها تاني اهو، يعني هتعمل له كده السهم بتاعها كده، هو السهم بتاعها معاق جدا A. طيب والسهم بتاع البي بتاعها هتدخله في الثلاثة. طيب اهو ده سهم البي. طيب انا كده خلصت دي. سهم الثلاثة بقى سواء في عندها A وB برضو، يعني الدايرة بتاعت الثلاثة دي عندها A وB، الـ A والـ B داخلين فيها برضو، داخلين بيدخلوا الثلاثة منها وليها ايه نعود، يعني داخلين فيها كده اهو. انا عندي هنا A و B خلاص، دي الرسمة بتاعتي وكده. دي شكرا جدا. السؤال ده اهو، اهي الرسمة. طبعا الرسمة اهي هنا موجودة بشكل متخلف شوية، نفس المنطق بيكون ليها كذا شكل عادي، بس اهم حاجة يكون فيها نفس المنطق اللي احنا اتفقنا عليه. تمام. طيب احنا كده خلصنا السؤال دوت، عظيم، خلصنا السؤال الثالث وضمنا ال 20 درجة. ناخد العشرة اللي تحت دول كمان. بيقول لك ايه؟ write down the transition function for the following deterministic finite automata. تمام، دوت يعني من الاخر كده عايزها function، يعني عايزها function يعني ايه؟ فاكر اللي احنا عملناه هنا ده؟ هو عايز الجزئيه اللي هي ديت اللي هي قبل الايكوال اللي هي الجزئيه دي. طيب ازاي بقى؟ هنشوف دلوقتي بسيطه. يبقى ده question طيب ده question 4. بابا فين الصورة؟ طيب question 4 بيقول لك ايه؟ write down the transition function. هنشوف دلوقتي. أول حاجة أنا اللي حابب أعملها الصراحة أعمل حاجة اسمها transition table. transition table أكيد أنت أكيد يعني عرفت يعني ايه transition table أهو، اللي هو دوت. تمام؟ بتاع الرسمة، أنت بتترجم الرسمة دي لجدول. طيب هنقول دلوقتي ده transition table بتاع ايه؟ DFA.
فده هنقول له transition table في ايه DFA. طيب متكون من كام كوره بقى؟ 0 1 2 3. عندنا فيه 4 كور، يعني عندنا 4 ستيت 0 1 2 3. ننزل تحت. حلو ماشي، احنا قلنا دي اف اي معناها ان احنا هنشتغل على ايه؟ تي دي. ركز معايا، عندنا كام كوره؟ 0 1 2 3 اهي، 0 1 2 3. انا عندي 0 1 2 3. كل عندنا كام حرف هنا عندنا الحروف اللي بتخرج على الاسهم، حرف الاي وحرف البي. هل عندنا حروف تانية؟ لا ما عندناش. فانا عندي حرف الاي وحرف البي. طيب عظيم. الصفر اهو، السهم بتاع الاي بتاعه، السهم بتاع الاي بتاعه خارج لفين؟ خارج للون، يبقى هنقول له يوديني على الون. الصفر السهم بتاع البي بتاعه اهو بيودي على فين؟ بيودي على الصفر برضه اهو. طيب الون اهو، السهم بتاع الاي بتاعه، الاي بتاعه بيودي فين؟ بيودي على التلاتة. طيب ال1 السهم بتاع البي بتاعه اهو، امسك ال1 السهم بتاع البي بتاعها اهو بيودي على فين؟ بيودي على الاثنين. طيب الاثنين اهي الكوره بتاعت الاثنين، السهم بتاع الاي بتاعها بيودي على ايه؟ بيودي على ال1 اهو، شايف السهم بتاعها اللي خارج منها اهو بيودي على ال1. طيب الاثنين برضو السهم بتاع البي بتاعها اهو، فين سهم البي بتاعها؟ اهو بيودي على فين؟ بيودي على الثلاثه. طيب التلاتة اهي، فين التلاتة اهي؟ السهم بتاع الـ A بتاعها بيودي على فين؟ بيودي على الـ 2. طيب التلاتة برضو السهم بتاع الـ B بتاعها بيودي على فين؟ التلاتة، السهم بتاع الـ B بتاعها بيدخل برضو في التلاتة، بيدخل فيها تاني، بيرجع لها تاني. طيب لما عملنا ترانزيشن تيبل هنعرف نعمل حاجة اسمها ترانزيشن فانكشن اوف دي في ايه بكل سهولة وببساطة جدا. ازاي اهو؟ اول حاجه انا عندي كام ستيت؟ عندي 0 1 2 3، وقلنا دي اف اي ترانزيشن فانكشن اوف دي اف اي معنى كده ان انا هبدا بتي دي اهو، زي ما احنا عملنا هنا في السؤال الثالث اهو، كنا بنقول له تي دي هنعمل تيست مع ديت. حلو. طيب انا هعمل تي دي تيست مع ايه بقى؟ هعمل لها تيست او مش هعمل لها تيست؟ اقول له تي دي بتاعت ايه وايه. التي دي دي معناها ان انا عايز اخد الستيت اللي اسمها زيرو اشوف قيمتها مع الاي بكام والبي بكام. فانا كده هتست كل رقم من دول، الصفر هتسته مره مع الاي والبي، وال1 هعمل له مره مع الاي والبي، اجيب قيمته مره مع الاي والبي وهكذا. فانا هقول له ايه؟ الصفر مره مع الاي ليه قيمه، ومره مع الصفر برده مع البي ليه قيمه، وهكذا. تي دي مع ال1 ايه ليها قيمه، والتي دي مع ال1 برضه بس مع البي بقى ليها قيمه ثانيه، والتي دي مع 2 اي ليها قيمه، والتي دي مع 2 بي ليها قيمه، والتي دي مع 3 اي ليها قيمه، والتي دي مع 3 اي 3 بي ليها قيمه. حلو، انا دلوقتي عملت الليله دي. طيب القيمه دي ايه بقى؟ هتكون ايه؟ هتطلعها بكل بساطه من الجدول ده اللي احنا عملناه. التي دي 0 A الزيرو مع الـ A بياخد كام؟ بياخد 1 اهو. الزيرو مع الـ B، الزيرو مع B بياخد ايه؟ 0. طيب الـ 1 مع الـ A، الـ 1 مع الـ A بياخد كام؟ بياخد 3. الـ 1 مع الـ B، الـ 1 مع الـ B بياخد 2. ال2 اهي ال2 مع ال A بتاخد كام؟ بتاخد 1. ال2 مع ال B، ال2 مع ال B بتاخد كام؟ بتاخد 3. ال3 مع ال A بتاخد 2، وال3 مع ال B بتاخد 3. كده خلاص، ده السؤال ده اجابه السؤال من الاخر اللي هو question 4.
وكده احنا حلينا الامتحان كله مع بعض وفهمناه. لو حد عنده اي اسئله ريت يقول، واتمنى ان شاء الله الناس يحلوا كويس بكره في الامتحان. طبعا ملف البي دي اف بتاع الامتحان اوريدي موجود على الجروب. شكرا.